بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بالخير، مبارك عواشركم، الله يدخلكم الصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا. تحية لكم الناس المشتركين القدامى والناس المشتركين الجدود، وشكرا شكرا شكرا على المساندة من الناس ديال مراكش والناس ديال الرباط وديال كازا وكل المغرب كله، من طنجة للقويرة وحتى الناس اللي كاين معنا في الناس الجزائر خوا خوا والناس ديال تونس، برشا برشا ومرحبا وألف مرحبا. المهم كنقول لكم هاد الأيام هي الأيام العشرة من رمضان، إن شاء الله تكون بالمغفرة والعتق من النار، والله يتقبل قيامنا وصيامنا إن شاء الله بكل الخير والبركة. وكما تنقول لكم الله يخلي لكم والديكم وطول في أعمارهم. اليوم شفت واحد الفيديو عجبني، أن خبر زوين على الناس اللي محصورين في طنجة، عفوا الناس محصورين في مليليا، اليوم جاءوا من فرص أنهم غادي يتكفلوا بهم أن وصلوا للمدن المغربية. وهذه الالتفاتة كانت من طرف الملك محمد السادس نصر الله بهذه الالتفاتة، وشكرا شكرا للسلطات المغربية والإسبانية أنهم كانوا يد مساعدة في مرور الأجواء تكون بخير وعلى خير. وبصراحة أن جميع المواصلات عالميا أن البرية والبحرية والجوية أنهم سدوا في أي واحد بغى يسافر. اللهم ارفعنا البلاء والوباء، وإن شاء الله نتمنوا تكون هذه السنة ديال المغفرة والذنوب لجميع الناس، وتكون إن شاء الله بعد رمضان تكون بالخير والبركة وتكون الأمطار. هذا الفيديو اللي غنحطو دابا من بعد هذا الإطلالة، أنني كنشكركم بزاف، اللي بصراحة القناة سوفيان شانيل غادي تتكبر. نتمنوا تكون المحتوى زوين، كمرة طبخ ومرة كوميديا ومرة هكا تكون نال الإعجاب ديالكم. وبصراحة كما تنقول لكم أحبكم في الله، وأي واحد كنشكره، وتحية 5 5 2005 على الرأس والعين. إن شاء الله نديرو شي طنجية تكون فعلة تركة. وإليكم الفيديو بعد دقائق، خليكم معنا وشكرا. Estas son las imágenes de ahora mismo en la frontera. Y según el listado que me han pasado, me parece que hoy van a salir nada más que 200 personas. Frontera de Benissar ahora mismo. Mándale agua a esta gente y le anda esto está. ¿Listo? Parece ser que la salida va a ser a las 17 horas. Hora española. Hostia, no tengo batería, me cago en la puta. Eso es un pitano, está bien.
5 horas. Gente, ¿hasta qué hora se van a seguir así? Ahora todo, ¿no? احنا رجعنا لكم عاود ثاني. كما شفتوا الفيديو بصراحه فيديو مفرح لواحد الدرجه كبيره، انه كاين واحد الاجراءات صارمه باش الرجوع المغاربه الى ارض الوطن. وكما تنقول لكم ما تنساوناش اشتراك او بارتاجي ولايك وتعليق، تعليقكم يهمنا وتعليقكم على راسنا وعيننا، سواء كلمه زوينه او كلمه خايبه. وكنتمنوا ناخذوا كلمه زوينه او دعوه زوينه، حنا ما بغيناش خايبين، حنا وجوه زوينين وكلامنا زوين وراه من القلب. ان شاء الله تكون مسيره موفقه لنا ولكم، وما تنساوش بارتاجي وامسيه سعيده. اسعد الله مساءكم بالخير والبركه، والى اللقاء في موضوع لاحق. وشكرا وشكرا وشكرا.